هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، وتقديراً لتضحيات الجيش العربي السوري الذي قدم نفسه فداء لأرض الوطن، وتكريماً لأبنائهم قام مشروع نسمة أمل للأستاذ مازن الترزي باحتفالية بمناسبة الأعياد ورأس السنة الميلادية ل500 طالب وطالبة من مدارس أبناء وبنات الشهداء. الفعالية اليوم تدل على أن كل مواطن عربي سوري شريف يقدس الشهادة ويكرم أبناء الشهداء كما كرمهم سابقاً القائد المؤسس حافظ الأسد، واليوم يكرمهم السيد الرئيس بشار الأسد. احنا مشروع لكل سوريا، من الشام لكل المحافظات، لحمص، طرطوس، حلب، لادقية، درعا، سويدا، لكل المحافظات. نحن مشروع سوري. أبناء وبنات الشهداء تمنوا أن تعود سوريا كما كانت، وأن يكون النصر دائما حليفها. كل عام وانتم بخير لكل سوريا والجيش، وإن شاء الله يكون سنة حلوة. لكل عام وهن بخير، ومنى الأحسن وترجع البلد مثل ما كانت. إن شاء الله يا رب نحتفل بالنصر الكبير بس ينتصر جيشنا وترجع سوريا مثل ما كانت وأحسن، ونحن رح نضل صامدين بإذن الله. تخلل الاحتفالية وجبة غداء وتوزيع هدايا وحفل كبير شارك فيه أبناء وبنات الشهداء.